الأنظمة الحرارية أحد برامج التخصصات الدقيقة CX. هنا يتم إعداد المهندسين والعلماء للعمل على الأنظمة الحرارية في محطات الطاقة التقليدية والنووية والنفط والغاز وتكييف الهواء ومحطات التحلية الحرارية والصناعات التحويلية في المملكة. ويركز هالبرنامج على تعميق معرفة الطلاب بالأنظمة الحرارية المتاحة مثل أنظمة إنتاج الطاقة واستهلاكها، مع التركيز على الأنظمة الحرارية ذات الأداء المحسن والسلامة البيئية وأدوات التصميم الناشئة واستراتيجيات تحسين متوسط العمر المتوقع والأداء.